مما يتناقل مما وصلني أرسل إلي شخص مقطعا، ذلكم المقطع إذا برجل عند القبور وإذا به يوعظ الناس ويقول: انظروا إلى هذه المقابر كيف حالها، وانظروا إلى هذا القبر الذي أحيط بالزرع ولم يخرج منه ولم يظهر منه شيء، وهذا إن دل والقول قوله، يقول: هذا نحسبه والله حسيبه من أولياء الله، كيف نبت الزرع على قبره دون غيره. فلما سألت من أرسل إلي هذا المقطع قلت له: ما رأيك؟ قال: سبحان الله، هذا روعة. أين الروعة؟ أن نتعلق بالقبور، أن نتعلق بما تعلقت به الصوفية والرافضة. ما الذي أدرانا، ولو أدرانا، ما الذي أدرانا أن هذا ولي من أولياء الله؟ ما الذي أدرانا أن هذا الرجل الذي صور هذا المقطع يريد أن يعلق الناس بصاحب هذا القبر الذي لا يدرى ما هو حاله؟ ما الذي أدرانا؟ ربما أنه زرع الزرع حوله من أجل أن يفتن الناس، والناس يسيرون حيث تسير العواطف. سبحان الله، أيتعلق بالقبور؟ إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر هو منه صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عطاء ابن يسار كما رواه مالك مرسلا قال صلى الله عليه وآله وسلم، وأسنده البزار عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم ما الذي بعدها؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا القبور مساجد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي وضبطت خشية، يعني خشي الصحابة، ولكن خشي أو خشي أن يتخذ قبره مسجدا. هذا هو قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا كله فإن اتخاذ القبور مساجد من المعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام مسجده ومات بعد ذلك، ولا يمكن للصحابة أن يبنوا مسجداً آخر جنب المسجد النبوي، فدل على أن اتخاذ القبور مساجد نوعان: نوع حسي وهو البناء، ونوع معنوي وهو أن يعبد الله. انظر، أن يعبد الله، ما يعبد صاحب القبر، لا، اتخاذ القبور مساجد من حيث اتخاذها معنوية، أن يعبد الله عند قبره أو عند قبور الصالحين. ولذلك كما في الصحيحين حذر صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذ القبور مساجد في حياته وقبل وفاته بخمس، وفي سكرات الموت، وهو في سكرات الموت يحذر من اتخاذ القبور مساجد، بل حتى الصالحين. ففي صحيح مسلم من حديث جندب قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وانظروا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن القيم رحمه الله: كما في إغاثة اللهفان كانوا أحرص الناس على سد الشرك وعلى سد وسائله. اسمعوا، يقول رحمه الله: كما في إغاثة اللهفان، معلقا على قصة دانيال، قال: روى ابن إسحاق
بسنده أن الصحابة رضي الله عنهم زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحوا تستر وجدوا قبراً ووجدوا رجلاً وإذا به عنده مصحف يعني كتاب، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعب الأحبار وقال له اقرأ ما فيها، فقرأ ما فيها فإذا بالرجل نبي الله دانيال عليه السلام، وإذا بهذا الكتاب قد كتبت فيه بعض المعلومات، وإذا به لم يتغير منذ 300 سنة سوى بعض الشعيرات، لأن الشعر في حكم المنفصل، وإلا فإن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، لكن الشعر في حكم المنفصل كما قال الفقهاء رحمهم الله. فقرأوا هذا الكتاب، وكان من جملة ما يفعله أهل تستر قبل أن تفتح أنهم كانوا يخرجونه إذا قُحِطوا فيُمطرون. فيقول ابن القيم رحمه الله على ما ذكره ابن إسحاق: الصحابة رضي الله عنهم حفروا بالليل 13 قبراً لكي يُعموا وضع هذا القبر، فلما حفروا من الليل 13 قبراً دفنوه فيها، ثم دفنوا الجميع من أجل، اسمع ماذا قال ابن القيم رحمه الله: وإنما فعلوا ما فعلوه من تعمية قبره لئلا يفتتن الناس به، ولم يبرزوه، لم يبرزوه للدعاء ولا للتبرك. قال: ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف، ولعبدوه من دون الله، ولأقاموا له سدنه يعني خداما، وجعلوه معظما كتعظيم المساجد. قال رحمه الله: فلو كان الدعاء والصلاة والتبرك به فضيلة أو سنة أو مباحة لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر على من لذلك، وسنوا لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت من بعدهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عند التابعين عدد كبير من قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأمصار، وعددها كثير وهم متوافرون، فما منهم استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده ولا استشفى به ولا استسقى به ولا استسقى عنده ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فكيف تكون القرون المفضلة جاهلة بهذا الفضل وتظفر به هذه الخلوف التي خلفت من بعدهم علما وعملا؟ ولا يجوز أن يتعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير. قال رحمه الله: وهذا إن دل يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من الشرك ووسائله.